أما أشكال الطاقة غير الملموسة التي نجتذبها من البيئة مثل المشاعر والعواطف، فإن الله حبى كل إنسان قدرة على التحكم في نوع الطاقة العاطفية والمشاعر الإيجابية منها أو السلبية. بماذا؟ بالوعي والإدراك. ثم تأتي المرحلة الثانية من نظام الطاقة الصحي، وهي كيفية معالجة هذه الطاقة داخلياً. فهذه الطاقة ستستخدم داخلياً في الوظائف الحيوية المختلفة، وكذلك في توليد العواطف والمشاعر، وفي حوارات الذات مع الذات، في حدسك، أحلامك، إدراك المعاني الروحية وغيرها كثير. كل ذلك يحدث داخلياً باستخدام الطاقة التي اكتسبها الإنسان من البيئة.